Je suis très heureux de prendre mes fonctions comme ambassadeur de l'Union européenne. سعيد بتقلد اليوم منصب سفير للاتحاد الأوروبي بالجزائر. هي مسؤولية مهمة جدا. سألتزم وأعمل من أجل شراكة مثمرة بين الجزائر والاتحاد الأوروبي. هناك العديد من المشاريع المشتركة والفرص الواعدة التي يجب استغلالها. تحدثت اليوم مع السيد رئيس الجمهورية وتطرقنا بالتفصيل إلى المشاريع المستقبلية بيننا فيما يخص الاستثمار والتبادل التجاري ومجال مهم جدا وهو ملف الهجرة. هناك مشاريع أخرى لا تقل أهمية لكن الأولوية للقطاعات التي تحدثت عنها والتي سننطلق فيها في الأشهر القليلة المقبلة. Déjà un programme pour commencer pour le mois à venir. Merci beaucoup.